هذا مسبح موجود في منطقة بيت ريما على الجبال زي ما انتم شايفين. طلع كل هذه الجبال بيت ريما. هذا مسبح لهذا المنزل كمان شوي راح اجيكم. المنزل هذا جميل. ما شاء الله هذا منزل جميل جدا جدا جدا. هذا منزل أحد الأشخاص من منطقة القدس وبيعمل في هذا البيت في بيت ريما مسبح ويسمى عندنا كوخ. هذا درج المنزل. صورت ها؟ صور فيها. هناك تطلع الكاميرا. هات صورك صورة هي. امسك زي ما هي هيك. بالهان. امسك زي ما انت. لا زل زل. خليك زي ما انت هيك صورت. امشي. هذا يسمى كوخ. هذا شخص مقدسي ساكن في بيت ريما. شو اجمل هذا البيت ما شاء الله. هو بساطه هذا منزل جميل جدا. يلا تعال. هذا مسبح لهذا المنزل. رمكوش عشان الكاميرات. هذه الاراضي كلها له. طبعا هذا المنزل له اكيد. احمد تعال جاي. وجه هذا المنزل كيف بده فيه. مش احمد تطلع بالصورة. خلص خير. الكوس خليه يطلع. حجرة خذتني هاي الحجرة. حجرة دغية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعتقد انه هذا الزلمه بيجي بالشتاء بشتي هنا بيجي بالقدس عشان يشتي هنا. طلع ما اجمل هذا البيت. منزله جميل جدا ما شاء الله على تل او جبل كبير في منطقة بيت ريما تابع لمحافظة رام الله والبيري. ارفع النصر. كل هذه المنطقة مليانة زيتون. عجبني هذا البيت، والله عجبني. هذا الكوخ عجبني يا سيدي. ماذا تريد مني يا هذا؟ انني اصور هذا المنزل الجميل. والكاميرا تراقب ونحط كاميرات على البيت كمان. الله يسعدك يا حبيبي. احنا بنصور بس على اليوتيوب باذن الله. بالضبط. هي العجك كسكسو عجك. هذا فلوق لمنطقه اثريه.
منطقة بيت ريما منطقة جميلة جدا، فيها أشجار زيتون مكسرة. هذا جبل مليء بأشجار الزيتون، وهنا يأتي الناس يبنون في هذه الأماكن ويبتعدوا عن الأماكن اللي فيها دوشة وروشة. ما شاء الله ما أجمل هذا الكوخ. بدخنة أو حتى هذا حد يستعمله للتدفئة، أعتقد مدخل للتدفئة. على جلسة في الصيف أحلى جلسة، بيعملوا فيها نش كمان. طلع الكانون، أشجار شجرة ليمون، ورود، سجاد. هذا هو الكوخ من الجهات الأخرى. وكما رأيتم إن المنطقة تحتها في مسبح، مسبح جميل. أنا أخوكم عباد زيد، جيت على بيت ريما عشان أصور هذا الكوخ اللي بناه هذا الشخص من القدس. كل الشكر لكم، لا تنسوا الاشتراك في القناة حبايبي، أحبكم جدا جدا، وتفعيل الجرس ووضع لايك، وما تنسوا اللايك. يلا يعطيكم العافية، السلام عليكم ورحمة الله.